بكم إلى موجز أخبار الآن. أفادت مصادر طبية في غوطة دمشق بإصابة عدد من المدنيين بغاز الكلور السام في بلدة عين ترمة جراء هجوم نفذته طائرات قوات الأسد على المنطقة. يأتي ذلك بعد ساعات من تصدي قوات المعارضة لمحاولات تقدم لقوات الأسد وميليشيات موالية لها على عدة محاور في جوبر وعين ترمة. أعرب وسيط الأمم المتحدة في عملية السلام السورية ستيفن ديمستورا عن أمله في تحرير مدينة الرقة قبل الجولة المقبلة من المفاوضات بين نظام الأسد والمعارضة. وأكد ديمستورا في وقت سابق أن مكافحة تنظيم داعش وتحرير الرقة ورفع حصار داعش عن دير الزور يمثل أولوية مشتركة. أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية بأن قياديين اثنين في تنظيم داعش قتلا أثناء محاولتهما الهرب من المدينة القديمة للموصل. وأضاف المصدر أن القوة قتلت القياديين بعد معلومات استخباراتية عن خروجهما عبر نهر دجلة من الموصل القديمة. منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية مرضى الكوليرا من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب بعد أن انتهجوا سياسة بيع الدواء والمتاجرة به في السوق السوداء. ورصدت جهات مختصة عملية المتاجرة وبيع دواء الكوليرا في عدة محافظات يمنية يسيطر عليها الحوثيون. قام الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتكريم المسؤولين عن تطوير الصاروخ البالستي الذي أطلق مؤخرا في حفل خاص. وألقى كيم أون خطابا تحدث فيه عن الحدث التاريخي لتجربة الصاروخ التي بحسب قوله غيرت جذريا الوضع الاستراتيجي لكوريا الشمالية أمام العالم. أطلقت فرنسا وألمانيا تحالفا باسم تحالف الساحل، وهو مبادرة هدفها تقديم مساعدات تنموية لدول الساحل في أفريقيا التي يشيع فيها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والمشاكل الأمنية. وجاء في بيان مشترك أن هذا التحالف يهدف إلى دعم شركاء التنمية لمنطقة الساحل للإسهام بفعالية وبشكل أوسع في إشاعة الاستقرار والقضاء على الفقر. أجرى باحثون في جامعة يابانية دراسة تفيد بأن الدم الذي يمتصه البعوض حين يلسع الإنسان يبقى محتفظاً بخاصية الحمض النووي بعد مرور 48 ساعة على اللسعة. وأشار معدو هذه الدراسة إلى أن معظم البعوض لا يطير أبعد من 400 من الأمتار